السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يا جماعة أنا بيشرفني حد أنا بعتبره أيقونة الإعلام والدراسات الإعلامية، مش بس في مصر، مش بس في الشرق الأوسط، وإنما في العالم. بيشرفني النهاردة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الدراسات الإعلامية بجامعة القاهرة وبالعديد من الجامعات. وأنا واحد من الناس من زمان، وأنا كنت أتابع الأيقونة الإعلامية ديت، لكن النهاردة أنا تشرفت إن أنا بلتقي بالدكتور سامي، وعايز أستغل بقى المناسبة دي يا دكتور سامي وأستفيد من خبرات حضرتك في نقطة مهمة جدا. إحنا النهاردة بنشهد حاجة اسمها Digital Transformation، تحول رقمي، تحول إلكتروني. ده بينعكس في كل مجالات الحياة. أنا بالنسبة لي كراجل في مجال خاصة الترجمة الفورية، ليه انعكاسات مباشرة في مجال الترجمة الفورية. طب المجال الإعلامي، النهاردة احنا بنتكلم على اعلام، ما عادش الاعلام بتاع زمان. انا هعترف لك، انا واحد من الناس ما عادش بتفرج على التلفزيون زي زمان، ما عادش بستنى البرنامج الفلاني زي زمان. انا النهاردة عندي الموبايل في ايدي، مجرد ان انا بدوس على الموبايل بوصل لكل حاجة انا عايز اوصل لها. انا معايا كاميرا على الموبايل، بقدر اعمل فيديو واطلع بيه مش لحد معين، بطلع بيه للعالم كله. اذا الكونسبت بتاع الاعلام اصبح النهارده مختلف في ظل التحول الرقمي. واحنا النهارده في جلسات الحوار الوطني بنتكلم عن الاشكاليات دي. حضرتك شايف المسار الاعلامي احنا رايحين فين، وايه اللي ينبغي اللي احنا ممكن نعمله دلوقتي عشان نفيد الجمهور؟ حضرتك شخصت الواقع اللي بيظل يمثل نوع من التحدي للمجتمع المصري. تمام. وبالتالي بقى عندنا كلمة ديجيتال بقت تثبت كل شيء. جميل. ديجيتال ترانسفورميشن. تمام. ديجيتال ماركتنج. مظبوط. ديجيتال كوميونيكيشن. جميل. ديجيتال تريننج. تمام. كلمة ديجيتال أصبحت كلمة محورية وكونسيبت محوري في حياتنا. تمام. ومن ثم يصبح السؤال، هل أدركنا كمدارس تعليمية وجامعات كليات إعلام بكل أنماط ملكياتها؟ تمام. هل أعددنا الكوادر للتعامل مع هذه الكوادر الجديدة وهذه الكليات الجديدة؟ تمام. من اعتاد أن يكتب بالورقة والقلم يصعب عليه أن يقتنع. صحيح. أن يقتنع أنه يدوس الزرار يكتب سطور سطور وسطور. يعني مختصر يا دكتور سامي، كبسولة سريعة، إعداد الكوادر. تمام. ده رقم واحد، اعداد كوادر. النهارده كانوا بيتكلموا على حاجه اسمها زياده معدل الوعي على كل المستويات، لان احنا النهارده بنواجه حتى تحدي خطير جدا. ده ممكن واحد ينزل باي فيديو، ينزل اي معلومه، المعلومه تنتشر، اصبحت فايرال، الموضوع اصبح مختلف جدا. زياده الوعي. طب دكتور سامي، احنا كده رايحين فين؟ رايحين في حاله من الانسحاق تحت قدره الاخر على الإسراع نشر أخباره معلومات، ودائما المدافع مهزوم بينما المبادر غالبا. الله سامعين يا جماعه الجمله الجميله دي. دكتور سامي بيقول جمله جميله قوي، بيقول احنا متجهين نحو مرحله الانسحاق تحت رغبه الطرف الاخر، ودي نقطه مهمه جدا دكتور سامي. خاصه وان الاخر يعرف عنك اكثر مما تعرف انت. الله اكبر، ده الموضوع طلع موضوع كبير يا جماعه. ده احنا لينا اعداد تانية. انا بقى هستفيد، بقى عايز استفيد من خبرات الدكتور سامي، وهنعمل معاه ان شاء الله لو سمحت الظروف لقاءات تانية في بقى جمهور. شكرا يا دكتور سامي، نورتني وشرفتني. شكرا لسعادتك جدا. شكرا يا فندم. شكرا.